طيب ايه رايكم كده نروح نطمن على حاله الطقس النهارده؟ تتوقع هيئه الارصاد الجويه ان يسود طقس حار رطب نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه، شديد الحراره على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحراره رطب ليلا على الشمال حتى شمال الصعيد، مائل الحراره على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضه صباحا على بعض مناطق القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مما يساعد على تلطيف الأجواء ليلا. تعالوا كده نروح نتعرف على بعض درجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية. طبعا نبدأها من القاهرة العظمى 36 والصغرى 26، أما الإسكندرية 31-23، الإسماعيلية النهاردة 37-23، الغردقة 41-30، أما المنيا 40-23، سوهاج النهارده 42-25، اما اسوان سجلت 43-28. خلونا برضو نروح لبعض من المدن والعواصم العربيه والعالميه، نبداها من الرياض العظمى 42 والصغرى 28، ابو ظبي 39-33، انقره 37-19، لندن النهارده 17-15، واشنطن 26-15، باريس النهارده 19-17، أما بكين العظمى 29 والصغرى 19.